بجد التحيه ليك يا كابتن ميدو، برحب بيك في البدايه كابتن. طبعا كل كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي. ابدا معاك سريعا بالتشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي في حراسه المرمى: شريف كرامي، خط الظهر من اليمين للشمال كريم ندفد، احمد علاء، سعد سمير، ايمن اشرف، في المنتصف عمرو السوليه وهشام محمد، على الاطراف احمد الشيخ وميدو جابر، وفي الهجوم ناصر ماهر ووليد ازارو. والاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي: علي لطفي، سليف كولوبالي، اسلام محارب، مؤمن زكريا، وليد سليمان، مروان محسن، وباسم علي. بالنسبه للتشكيل طبعا الخاص بفريق نادي الجونه في حراسه المرمى: عمر رضوان. نعيده يا كابتن ميدو، ابدا معاك حراسه المرمى: شريف اكرامي، كريم ندفد، احمد علاء، سعد سمير، ايمن اشرف، عمرو السوليه، هشام محمد، احمد الشيخ، ميدو جابر، وناصر ماهر، ووليد ازارو. التشكيل الخاص بفريق نادي الجونه في حراسه المرمى: عمر رضوان، خط الظهر من اليمين للشمال: احمد علي، لؤي وائل، احمد سعيد اوكا، جوزيف جوناثان، في المنتصف مصطفى جابر وجاتوش بانوم، على الاطراف محمد نادي واحمد مجدي، في الهجوم اسلام رشدي وشيكاتارا. الاحتياطي الخاص بفريق نادي الجونه: هيثم محمد حسن، محمد ابو سريع، احمد الشناوي، عمر سعداوي، فادي فريد، وصلاح خطاب، ومحمد عبد الجواد. أكد معاك يا كابتن ميدو زي ما انت سألت طبعا في البداية عن حضور الجمهور الخاص بالنادي الأهلي، الأمر طبعا حضوره من عدمه زي ما أكدت لك يا كابتن ميدو، يمكن الدعوات هي اللي تم ختمها بالفعل وتم طرحها، لكن التذاكر الخاصة بجمهور النادي الأهلي أو الجمهور الطبيعي اللي بيكون بيحصل على التذاكر يمكن دي اللي ما اتختمتش، وبالفعل طبعا لم يتم توزيعها، ودي يمكن سببت أزمة طبعا بحضور جمهور النادي الأهلي في هذه المباراة. أمر طبعا مؤسف جدا، بنتمنى المباريات اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي نتخطى هذا الامر، لان النادي الاهلي محتاج لجمهوره بشكل كبير جدا ولو عدد قليل يا كابتن ميدو. يمكن احنا بنكون متواجدين في كل المباريات، والمباراه الاخيره طبعا كانت مباراه بتروجيت، رغم ان احنا حصلنا على 500 تذكره لجمهور النادي الاهلي، لكن كان ليهم تاثير كبير جدا في المباراه الاخيره، وكان ليهم مفعول كبير مع فريق النادي الاهلي في تحقيق فوز مهم جدا على نادي بتروجيت في استاد السويس، وهي المباراه الاخيره. امر ان شاء الله بنتمنى خلال المباريات القادمه يعني يكون في تكثيف كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي للشغل الكبير على هذا الامر، باذن الله ان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي متواجد في المباراة القادمة، وهي مباراة طلائع الجيش، لكن بشكل عام عدد قليل جدا متواجد في المدرجات، يمكن نقدر نقول 20 شخص طبعا متواجد بدعوات، وباكد على موضوع الدعوات ده يا كابتن ميدو، لكن ان شاء الله باذن الله الفترة القادمة المباريات القادمة باذن الله يكون حضور مكثف لجمهور النادي الاهلي، السند والدعم الحقيقي لفريق النادي الاهلي. برجع لك يا كابتن ميدو لو في استفسار انا معاك. كريم ما عرفتش الاسباب ايه؟ يعني التيكت ما اتخدمش، عدم ختم التذاكر هو الامر ده. بالظبط يا كابتن ميدو، هو ده الامر اللي يمكن، وطبعا الجهه اللي منوط بيها وهي وزاره الداخليه ان هي اللي بتقوم بختم التذاكر، لكن اي تذاكر مش مختومه حتى لو اتوزعت ما حدش هيقدر يخش بيها الاستاد، لكن الامر كله طبعا يخص الامر الخاص باختام التذاكر. طب كلمنا عن الاجواء يا كريم عندك في استاد السلام. طبعا زي ما انت عارف يا كابتن ميدو الجو يمكن برد جدا هنا في الاستاد السلام النهارده، يمكن الطقس بشكل عام يعني طبعا انت كواحد من نجوم النادي الاهلي يا كابتن ميدو هيكون في جري كبير النهارده وجري كتير النهارده في الملعب، ان شاء الله النهارده تكون اداء النادي الاهلي وكل لعيبه النادي الاهلي موفقين. طبعا ارضيه استاد السلام زي ما انت عارف ارضيه مميزه بالنسبه للارضيات اللي بيلعب بها النادي الاهلي او الملاعب اللي بيخوض عليها النادي الاهلي مبارياته، ان شاء الله تساعده النهارده في تطبيق طبعا كل الجمل التكتيكيه والجمل طبعا والخططيه اللي يمكن كابتن محمد يوسف اشتغل عليها بشكل كبير جدا. الفريقين وصلوا بالفعل لحظات ان شاء الله وينزل فريق النادي الاهلي مع فريق نادي الجونه باذن الله لاجراء عمليات الاحماء. جمهور يمكن زي ما نقول يمكن الجمهور هو السبب اللي يمكن احزننا بشكل كبير جدا ان هو مش موجود، لكن ان شاء الله باذن الله يكون لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه باذن الله النهارده يتم تصحيح المسار من جديد بعد المباراه الماضيه وهي مباراه بتروجيت، ان شاء الله النهارده يكون ثلاث نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي في الحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا جدا ليك يا كريم على هذه التغطيه، ولو في اي جديد احنا دايما معاك. يعني جمهورنا